مشان وبرتمها مجال ذا قزة نك هذا أركيسان وح وضوا مينو أما بنبوين أو كور كبيو سدا أركيسان با تهنجي عيد مذا يهود وطن أو مش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ السلام يا دمانتي شعبك الصومالي ذو ملك استو دريدا كجوكتان ولكن عبد الله مع الحسين ورجينا يعني ونبض يعاف ما قبنا الرب جان أو مركلة دب إنه كل سيء السجاي مع هذا سوء ذي وسقناتي مركم روا الله يال نبيجين عليه السلام أنكو هذا صلنا أنت رب الرب جان دب كعكد لقاضو أنت سوء توصل تاني إلهي أبركيو هأبر واقيو هنا أبر بلاريو وحد ما أنت هشنا وحكبحي موقال كان نشر جري أصحاب هذا لو ذاك سيمرك سوء ذا جرأة أنا وقر بيستجنو ولا الله ذن ريف فلسطين الدين تا إلهي أنكو ولا لوني أدبه وما هسنتين أنت عمرك اللي جسوا تجا ولا ليال مجال هذا قزة ولي قعمها يال سكول جرأة ماذا حيال سلق علي كمان دوستي حقي حقة والسوسة أو كعصدي حالدو حائم رسا نول بابو تبرتها هي تاكتها ماشي يكون دكتي أيد اللي بنتي ذهيل دونتها هذه أد وحي يهودي ترى ذبا أنجا دت كان الله دجا لما يو وعشيادين دل أركي معها ودد أن دنيا سارنن ودد دول كهوس إذا كنول وحي مرمرسية كدك تامبا ماشان إذين موقتة وبرتمها مجال ذا قزة نكا أدر كيسانا إذين موضة وحاقوا ذا مينو أي دونيان إن أي كوقر حيان تانجيغا إذين موضة إماشا تاجن بل هذا الكي قد يسو حد ننكا مينو ذا وضة الربا إنو كور ركيبو تانجيغا وننكي لدوني إن لدلو مركا عن قولايها إن نفتي سو ذا كما أتكان كرتيد إن نن إساقو الربا إنو كابت بادو ربانا إنو أذيغا كدلو بات كابت بادي كرتاها لكن نين يري نفتي واتنا إيهو إدل تايدان وضا نينكو يري كما أتكان كرتيد سو مركا سيدا إذين موقاتو مركا نينكاس وحو وضا وامينا داس تانجيغاس مونا كوريكي بايا حال كاس سارة إي تانجيغا واركيسان نين يهودي أه أو أسكري أه بادل سارة كي او دلاي اي او رادين اينا وامد كان مينا دا وطا اي ربا تانجيغان اسكريغان او ساري هاي انو يقولو ماركيسا علامة دا فلارتا اح ايسا او جدا عقاركا اح ايا اللا دقاي مينا دا او تانجيغ هوس تيسا اح والو قمي ماركا بم تانجيغ سيدي بو او قبتي او او كوخر حي وحي عيدما اي قده او جري اي كي كرسارنا الها ورديان احي سيداس اي كوبس بالان او عيدما دي يهود اح عرنتي كلو عجيب كاح وحوايه ماشان اذين موقتنا كلين عيدما دا يهودي ابا لغو صور راي غاري اي وتين او جيبت ابا لغو دحقوبي مركي لغو دحقوبي وادينك اركي داو عيدو دي انتي دبات ماهنا انتي داو عانتي وادينك اركي سيدي لو جد جيدا يو لباتدو سيدا سي اوغو هبستي او مانتا يهودو وحسو غاري وحسهلا معها حقيقة وين كاشا لاين وزيركي الدفاع اي يهودونا هاد دكور ما دام أقول شغوي يري دجال كان وأكون فشلناي ما أنت أنا حوجا على أذاك بوسكبر باريو وحقو يري تدبججهو أيام دجال كا كجلناي وتطبق قيود بنك دجال ميني لحكمي دو أكون جولسناي حلبا نادمان حقو جولستي صدح بلاط بوحير كدمان تاعي دجال كان إفنتريج اللي وجره أو إلا أي حد وح ما أنت لا تعبان كرو وميس كله صوصار يعني جرين وسراكيشي كتر سنة عيد ماذا يهودو معلم والباب أي سوشيال ميديا لسو ذا تاغيهين حتى انتان كاذا ذا عشان ويني عبسي ايه انفرير انكا قادن مذا ثيع ذا اي حماس نغو قراع عيسو اي انا قدن اسكو ذا كاذنا هردلان با نغو دعدي حتى قاركي كسو بحي محاي اهيتو اين سو قوستي اي مقالة ذا تلافيف اماضي اما قلب جبهو اماضان اما استريسا خدعو اما حانوناد كالها لغي داوي سو تغي با اسبتالكي ان هردكو هيسن او كور ريونا يا بينكي لنسا وجهك ودوبين هاي او مدفع لدلتاقن قريه هو ديبه هردلان كاقد عضي حتى واكوية ان دقالك كجرين اه كبحاي سو مارك ايجي مانت حوغاها وحا اسكبر بارين علو اذيك شعبك ايكو قان عيان لكن شعبك يهودو واي كدر سيهين ان مامول كان يهوديد او كفا شلمي دقالك ان افنتريقا اي او يري وان كسو افجرين حماس اذيات سيدا سي مارك وحاويان مانت اي وحوسو قارين وداو عيدو دي اي وارو سنيان annaga kulli farxad bay nootahay oo waa ku faraxsanahay jafka soo gaaray maanta waan rajaynayaa muslimiin badan oo dunida ku nool in ay ku farxayaan waad inka arkay markaa jiibti markii la gubay wixii askar ee ku dhaxdhamaaday iyo wixii ku dhaxdhaawacmayba saasay u sii jiidanayaan oo taangiga meesha taagan
ayaa lagu sii aruurinaya si marka ay diyaarad u timaado helicopter ah isla markaasina meedka meesha ay uga dad gureyso iyo dhaawacyada ka soo gaaray maanta jugti cusleed ee ay gaarsiyeen jamaahirta Hamas manager Saadi Xirsiran haanti waxay noo heysaa fursad aad furaha ganacsiga maalmeer gudahooda gacanta ku qaban karto waliba wuxuu u baahan tahay dad dhan 20 qof 20 qof kamid noqon sidoo ugu dhaqsiya badan waxa rabaa walaalaha Soomaaliyeed inaa u sheego anigoo ah manager Saadi Xirsi bishan 12aad 2023 waxaan rabaa 20 qof oo aan ka caawiyo 20 qof oo ugu horeysa ee tiimka marka hadii 20 ka qof buuxsantana waa bas marka inta ka dhiba bishan ayuu ku egyahay waaw waa arin aad iyo aad u fiican oo faa'iido badan wadato aaminsanahay inaad noloshaada kor ugu qaadi karto ganacsigaaga kor ugu qaadi karto horumar weyn ka gaari karto ka gaariyana lagaaga horumar 20 ka qof inta marka laga soo gudbo walaalayaal 100 goobood oo ka tirsan koonfurta magaalada Qasa ayaa adigu taqriiban 10 saacadood 10kii saacadood ugu dambeeyay ay duqeyeen taana marka waa un xanuunka soo gaaray iyo jugtan culus ee waxa weeyaan bayahan ay kala kulmayeen jamaahirta een inta badan dadka muslimiinta ah waxa calan rurka ku haya ayadoo xilli qababad lagu jiro waxa laga naxayaa oo dadka aad iyo aad walwal baan ugu haya dhibaatooyinka shacabka soo gaaraya laakiin shacabku walwal kama qabaan dib inuu soo gaaro waayo waa waxay waligoodba ogaayeen in yahuudi aysan u dhameynayso oo noocan ay u duqeynayso oo noocan dhibaatada inta laga ugu geysanayso shacabku mar walba inta ku seexdaan bay ku soo toosi jireen waxayna leeyihiin dhimashadan kama duwana dhimashooyinkii hore iyo dhibaatooyinkii muddada inta la'eg ay nagu haysay laakiin maanta yahuud inay barato awoodda aan leenahay iyo awoodda ayadu ay leedahay marka la yiraahdo dagaalka foolka foolka ah way noo wanaagsan tahay caalamkuna wuu ogaaday macna intaas oo tanan kala duwan oo diyaarada ah oo Mareykan uu leeyahay baa lagu soo daad gurinayay maalin kastaaba een maxay ahayd Mareykanka qasa sidii dhulka loogu dari lahaa haddana xaq rabbi bay ka nooshahay hadda xaafado cusub oo waxa jira wali aanay madaafiic ka dhicin oo laakiin xalay ciidamada yahuuddu ay soo galeen xaafadaas horey dagaal uga ma dhicin xalay ka hor xalayna markay soo galeen waa laga hortagay madaafiic iyo hub iyo wixii la haystay baa lagu garaacay qaarna halkaa baa lagaga dilay qaarna waa laga dhaawacay adigu deewey awood badan yihiin oo baabuurada jiibabka iyo taangiyadaas ay u jiidayaan xaafadii way soo galeen haddana waxa la sheegayaa shalay maqribkii wixii ka dambeeyay ilaa iyo maanta oo muuqaalkan aan idin la wadaagayo celcelis ahaan ciidamada ka dhaawacantay oo goobo kala duwan uga dhaawacmay waxay gaarayaan celcelis ahaan 43 askari oo ka tirsan ciidamada yahuudda oo jamaahiirtu sida ay u galeen channel kale yiraahdo 7 ee yahuuddu ay leedahay waxa uu soo bandhigay hadal uu sheegay wasiirka hore ee shaqaalaha ee yahuuddu ninka la yiraahdo Dan Halutz waxa uu leeyahay waa ku khasaarnay dagaalkii aan la galnay Hamas aad baan ugu khasaarnay kolleyd tala laguma soo gelinay maadaama jamaahiirtu ay yiraahdeen dagaalkan cirki ee duqeynta inta joojisan soo dega dhulkaan isku wada salaane baa waxay yiraahdeen ma anaga oo ciidamadeed ogaayeen haysana bay maanta Hamas nagu hanjabeysa dhulkeena u soo degno Hamasad adu wax miraad la yiraahdo Hamasad baa qaaday Hamasadii ay la soo degeen waaye marka waxay hadda ka shalaysan yihiin oo ay leeyihiin waa ku khasaarnay dagaalkii dhulka ahaa ee la galnay Hamas guulna waxaan ku gaari karnaa oo aan Hamas uga adkaan karnaa waa in Netanyahu meesha laga saaraa isla markaasina xilka laga qaadaa inta u bay maanta yahuudi ku guuleysan kartaa inta ka horeyso oo ninkaasi uu joogo lagama yaabo Hamas in aan ka guuleysano soo marka hadda axsaabta kala duwan ee yahuuddu waxa ay ku haystaan ninkan in dagaalkan uu ku degdegay oo talalaan uu galay habeen dhaweeyto shirar albaabada uu xiran yihiin buu la galay maxay ahayto dhammaan axsaabta mucaaradada madaxdooda kala duwan ee ku sugan magaalada Tel Aviv waxa uu yiri dagaalkan baan waxaan rabaa inaan ila qorsheysaan oo ila maareysaan si aan shacabkanaga u badbaadino wixii madax ahaa ee halka ka soo qayb galay fadhigay uga wada kacan oo iga soo yaaceen waayo waxay yiraahdeen markii aad gelaysay baa tala kuma aadan gelin ma markii laga adkaaday baad rabtaa inaad tala uga soo baxdo yeeli meen arintaas axsaabta marka 175 waxay ogol yihiinba in dadkan deegaankooda laga soo baxo xuduud la sameysto sida lagu kala noolaado si markaa shacabkanaguna u badbaado shacabkoodana aan u badbaadino laakiin inaan shacabkoodina ku duulno intaasoo madaafiic aan la dhacno intaasoo guryo iyo deegaamo aan dumino dhibaatooyin intaa la eg oo maanta caalamka wada horyaal aan u geysano
شعب كنجينا عقد الله جوا ذكاء هذا أديك أمانتي إداري شخص يهودي هادو كهري ما هذا سوق ما فجلا بسنبا ولجينا أن كل يهودي تجين الله جاي يبقى إنه ودم هذا أسكلا جوكتان إنه كل شو ماشي كبر باري لكن أصل هني يهودي أما دجال هجل أمي يسنجلين قف كستو مسلمة ما أنت قف يهودي عقدهم بوهايا مركز شعب كنجينا عقد الله أنت هلاك عالم كلاجا قادو حتى هير لجاري قار كم إذا ودم هذا يورب إيرادان مواطنين تا غير يهودي دل كنا جمسو قلي كران هذا جرسي دل كان هذا وضع نوالانو ومعناها وحواي أن أيجنا الدلين أيجنا نمد ليان هذا يسان أهين أودي دجال كعوقو قشي وأتشي جنسي كسع إلا حالي أذو قصص هو عبادي تي في هذا عذرتين با يكسو هاللي سو إلا وحي فلانيين ماشي كما أنا سو بحن دنتو مركو وحي بدي إنا حدا مركلة أي ربان إنا بريوتن قصوا اللابتان محابيس أنا جاه ستان بالنسو عليا كون إليهم محابيس أنا ذك أنا كه سنو وأنا ذي سو عليني محي ترس هذي بدك نجي للانيو بدك أنا ذي كه إنه وحي كحريهن إنا وذق هذا إنه حب جوجين عالمية أنت كه الرسو سلام عليكم عمرنا جمد حيان ساسي جماهيرتنا تاجينهن سكستوا إلهي سبحانه وتعالى من أوي ديننا إن جوش السرسة عنت فلسطين تقصو عليو قال هذا إلهي سبحانه وتعالى أوجبيه إلهي سبحانه وتعالى وحنقوي ديننا إن قال ذاس يهود داس وضدب أرضية الدولان ككو أديجان كدت كمساكين تأيدجين ربي إنه كقبته أيجنا أوجبيه كعنت سر سنة الشعب كاره فلسطين وصيه أيان إلهي سبحانه وتعالى وديسننا آمين نرده مقال كان نشر جري أدبنا أمة سنتين أنت عن مقال ذي حيجي سوس والله بندونه وحنا ذيك جت جينا بتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.